مرحبا بكم في هذا العرض الجديد الذي ستتعرفون فيه على نوع جديد من المثلثات. الآن سوف أكمل عن مثلثات 45 45 90. في آخر عرض تعلمنا أن كل من أضلاع المثلث 45 45 90 ما عدا الوتر يساوي الجذر التربيعي لاثنان على اثنان ضرب الوتر. لنعمل على حل المزيد من المسائل. إذا أخبرتكم أن الوتر لهذا المثلث مرة أخرى هذا ينطبق على مثلثات 45 45 90، وإذا كتبت واحدة 45 فأنت تعرف أن الزاوية الأخرى ستكون 45 أيضا. إذا أخبرتكم أن الوتر هنا دعوني أقول 10، ونعرف أن هذا هو الوتر لأنه يقابل الزاوية القائمة، وأريد أن أسأل ما هو هذا الضلع X؟ حسنا، نحن نعلم أن X تساوي الجذر التربيعي لإثنان على اثنان ضرب الوتر. إذا هذا الجذر التربيعي لإثنان على اثنان ضرب 10، أو X تساوي 10، آسفة، 5 الجذر التربيعي لإثنان، صحيح؟ هذه 10 مقسومة على 2، إذن X تساوي 5 الجذر التربيعي لإثنان، ونعلم أن هذا الضلع وهذا الضلع متساويان، صحيح؟ أعتقد أننا نعلم أن هذا مثلث متساوي الساقين لأن هاتان الزاويتان متساويتان، وبالتالي نعلم أن هذا الضلع أيضا 5 الجذر التربيعي لإثنان. وإذا لم تكن متأكد جربها. لنجرب نظرية فيثاغورس. نعلم من نظرية فيثاغورس أن 5 الجذر التربيعي لإثنان كلها تربيع زائد 5 الجذر التربيعي لإثنان كلها تربيع تساوي الوتر تربيع، حيث الوتر يساوي 10 فهذا يساوي 100، وهذه هي فقط 25 ضرب 2 إذن تساوي 50 زائد 25 ضرب 2 وهي 50، هذه 100 هنا تساوي 100، ونعلم بالطبع أن هذا صحيح، بالتالي هذا يعمل. لقد أثبتناها باستخدام نظرية فيثاغورس، وفي الواقع ما حصلنا من خلاله على هذه المعادلة في البداية. ربما تحب أن تراجع أحد تلك العروض إذا نسيت كيف حصلنا على هذا. في الحقيقة الآن سوف أقدم نوع آخر من المثلثات، أريد أن أعملها بنفس الطريقة ولكن فقط بوضع مسألة ثم حلها من خلال نظرية فيثاغورس. هذا مثلث من نوع آخر يسمى مثلث 30 60 90 تريانجل، وإذا لم يتوفر لدي وقت لهذا سوف أعمله في عرض آخر. لنقل أن لدي مثلث قائم الزاوية، مثلث قائم الزاوية، هذا ليس جميل ولكن نستخدم ما لدينا. هذه زاوية قائمة، وإذا أخبرتكم أن هذه الزاوية 30 درجة، حسنا، نعلم أن زوايا المثلث يجب أن يكون مجموعها 180، بالتالي إذا كانت هذه 30 وهذه 90 لنقل أن هذه X، X زائد 30 زائد 90 تساوي 180، لأن مجموع زوايا المثلث 180، نعلم أن X تساوي 60، صحيح؟ إذن هذه الزاوية 60، وهذا سبب تسميته بالمثلث 30 60 90، لأن هذه هي أسماء الزوايا الثلاثة للمثلث. إذا أخبرتكم أن الوتر، لنقل وتر هذا المثلث، دعونا لا لا نسميه C مثل ما نفعل دائما، لنسميه H، وإذا أردت إيجاد الأضلاع الأخرى كيف نفعل ذلك؟
حسنا، نستطيع عمل ذلك باستخدام المزيد من نظرية فيثاغورس. وهنا سأعمل خدعة صغيرة لنرسم نسخة أخرى من هذا المثلث ليس تماما، لنقلبه إلى جانبه، لنرسمه على الجانب الآخر، وهذا نفس المثلث لكن وجهته في الاتجاه الآخر. صحيح، إذا كانت هذه 90 درجة نعلم أن هاتان الزاويتان متكاملتان. يمكنك أن تراجع وحدة الزوايا إذا نسيت أن أي زاويتان يتشاركان في هذا الخط المشترك سوف يكون مجموعهما 180 درجة. فإذا كانت هذه 90 فهذه ستكون 90، يمكنك أن تهتم بها فهي ذات معنى. وبما أننا قلبناه فإن هذا المثلث مشابه لهذا تماما، هذا فقط مقلوب على الجانب الآخر. ونعلم أيضا أن هذه الزاوية 30 درجة، ونعلم أيضا أن هذه الزاوية 60 درجة. صحيح، حسنا، إذا كانت هذه الزاوية 30 درجة وهذه الزاوية 30 درجة فنعلم أيضا أن هذه الزاوية الكبيرة ستكون تمر من هنا إلى هنا تساوي 60 درجة. صحيح، حسنا، إذا كانت هذه الزاوية 60 درجة والزاوية في الأعلى 60 درجة وهذه الزاوية على اليمين 60 درجة، بالتالي نحن نعلم من النظرية التي تعلمناها عندما عملنا مثلثات 45 45 90، إذا كانت هاتان الزاويتان متساويتان فالأضلاع التي لا يشتركان بها سوف تكون متساوية أيضا. إذا ما هي هذه الأضلاع غير المشتركة؟ حسنا، إنه هذا الضلع وهذا الضلع، بالتالي إذا كان هذا H فإن هذا الضلع H. صحيح، الضلع H، ولكن هذه الزاوية أيضا 60 درجة، بالتالي إذا نظرنا على هذه 60 درجة وهذه 60 درجة فنعلم أن الأضلاع غير المشتركة بينهما متساوية أيضا. حسنا، يشتركان بهذا الضلع، لذلك الأضلاع غير المشتركة هما هذا الضلع وهذا الضلع، وبما أن هذا H فنعرف أن هذا أيضا H. صحيح، بالتالي يتبين أنه إذا كان لديك 60 درجة و60 درجة و60 درجة بأن كل الأضلاع لها نفس الطول فهذا مثلث متساوي الأضلاع، وهذا شيء يجب الاحتفاظ به. وهذا له معنى أيضا لأن المثلث المتساوي الأضلاع متماثل كيفما نظرت إليه، فهذا معناها أن كل الزوايا متساوية وكل الأضلاع سيكون لها نفس الطول. لكن عندما عملنا هذه المسألة في البداية كان لدينا نصف هذا المثلث المتساوي الأضلاع، بالتالي نعلم أن كل هذا الضلع هنا طوله H، لكن إذا كان كل هذا الضلع H حسنا إذا هذا الضلع طوله هنا قاعدته مثلثنا الأصلي، وأنا أحاول أن أكون فوضوية عن قصد، لقد جربنا لون آخر، هذا سيكون نصف هذا الضلع. صحيح، لأن هذا H على 2 وهذا أيضا H على 2 هنا H على 2، بالتالي إذا عدنا إلى المثلث الأصلي وقلنا أن هذه 30 درجة وهذا هو الوتر لأنه يقابل الزاوية القائمة، نعلم أن الضلع الذي يقابل الزاوية 30 درجة هو نصف الوتر. فقط للتذكير كيف عملنا ذلك، حسنا، لقد ضاعفنا المثلث ثم حولناه إلى مثلث متساوي الأضلاع، وجدنا أن كل هذا الضلع يجب أن يساوي الوتر، وهذا نصف كل ذلك الضلع بالتالي هو نصف الوتر. لنتذكر ذلك أن الضلع المقابل للزاوية 30 درجة هو نصف الوتر. دعوني أرسم ذلك في صفحة أخرى، أعتقد أنه أصبح مشوش. بالعودة إلى ما كان لدي أصلا، هذه زاوية قائمة، هذا هو الوتر، هذا الضلع هنا
إذا كانت هذه 30 درجة، لقد اشتققنا أن الضلع المقابل لهذه 30 درجة، الضلع المقابل أو الذي تفتح عليه الزاوية، أنه يساوي نصف الوتر H على 2 أو نصف H. إذا كان هذا يساوي نصف الوتر، فماذا يساوي هذا الضلع؟ حسناً، هنا نستطيع استخدام نظرية فيثاغورس مرة أخرى. نعلم أن هذا الضلع تربيع زائد هذا الضلع تربيع، دعونا نسمي هذا الضلع A وهو يساوي H تربيع. إذن لدينا نصف H تربيع زائد A تربيع يساوي H تربيع، وهذا يساوي H تربيع على 4 زائد A تربيع يساوي H تربيع. نطرح H تربيع على 4 من الجانبين، A تساوي أو A تربيع تساوي H تربيع ناقص H تربيع على 4، فنحصل على إذن هذا يساوي H تربيع ضرب 1 ناقص 1 على 4، هذا يساوي 3 أرباع H تربيع، هذا يساوي 3 أرباع H تربيع. ومرة أخرى هذا يساوي A تربيع، لم يتبقى لدي مساحة، سوف أذهب كل هذه المسافة إلى هنا. إذا نأخذ الجذر التربيعي للجانبين ونحصل على A تساوي الجذر التربيعي لثلاثة أرباع يساوي الجذر التربيعي لثلاثة على 2، ثم الجذر التربيعي لـ H تربيع هو H. تذكر هذه ليست مساحة، هنا ما يحدد الطول الضلع هذه الـ A، كان علي ألا أستخدم A، لكن هذا يساوي الجذر التربيعي لثلاثة على 2 كلها ضرب H. إذن هنا لقد اشتققنا كل الأضلاع نسبة إلى الوتر لكل مثلثات 30 60 90، فإذا كان هذا ضلع 60 درجة، بالتالي إذا علمنا الوتر ونعلم أن هذا مثلث 30 60 90، ونعلم أن الضلع المقابل للضلع 30 درجة يساوي نصف الوتر، ونعلم أن الضلع المقابل للضلع 60 درجة هو الجذر التربيعي لثلاثة على 2 كلها ضرب الوتر. وفي الجزء التالي سوف أريكم كيفية استخدام هذه المعلومات التي ربما تريد أو لا تريد أن تتذكرها، ممكن أنه من الجيد تذكرها والتمرن عليها لأنها تجعلك أسرع في الامتحانات الموحدة. كيف نستطيع استخدام هذه المعلومات لإيجاد أضلاع المثلث 30 60 90 بسرعة كبيرة؟ أراكم في العرض القادم.